السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا شباب. محاضرة النهاردة بعنوان Network Fundamentals Part 1. النهاردة إن شاء الله بإذن الله تعالى هنتكلم في تاني محاضرة عن معنى كلمة Network. Network Technology كلها بتتكلم عن إيه؟ هندرس بعض الأمثلة على Network Applications، بعض تطبيقات النتورك. في تاني Objective هناخد Network Design Classification. الأوبجيكتيف التالت هنتكلم عن Network Classification Techniques، والأوبجيكتيف الرابع Network Devices and Their Applications، و آخر objective هيكون ال challenging test. طيب what is a network and some network applications؟ السؤال اللي بيتبادر لأي واحد بيدرس شبكات، ايه ما هي معنى النتورك؟ النتورك بمنتهى البساطة طبقا للتعريف اللي انا حاطه، a network is called at any system that has its devices are linked and connected in a way that allows data can move between them. من الاخر اي توصيل ما بين جهازين، يعني ده مثلا جهاز كمبيوتر وده جهاز كمبيوتر، اي توصيل ما بين جهازين او اكتر بحيث ان انا اقدر ابعت بيانات من جهاز للتاني forward and backward. يعني اقدر ابعت مثلا من بي سي 1 لبي سي 2 مثلا فايل، وكذلك بي سي 2 يقدر يبعت لبي سي 1 فايل. اذا طالما انا اقدر ابعت ما بين الجهازين دول، اذا السيستم اللي رابط الجهازين دول انا بسميه نتورك. طيب ده كلام جميل جدا. النتورك ممكن نعمل لها كلاسيفيكيشن، تصنيف، على اعتبار ان هي بتلعب على مستوى من مستويين، في نتورك على مستوى الهاردوير وفي نتورك على مستوى السوفت وير. بمنتهى البساطه النتورك من مستوى الهاردوير، اما انت تيجي بتتكلم داتا اكسسكو، انت تخصصك بيكون على النتورك الهاردوير نتورك، الراوترز، السويتشز، الفاير وولز، الاي بي اس، اي دي اس. لكن لما تيجي تتكلم مثلا عن نتورك سوفت وير، يعني انا بتكلم عن برامج اقدر اربطها مع بعض، وبالتالي تربيط، يعني مثلا على سبيل المثال ليتس سي مثلا ان انا عندي هنا ايه، ده مثال السويتش، هنتكلم على السويتش ده دلوقتي. ده مثلا سيرفر عندي، السيرفر ده عليه داتابيز، هنقول مثلا هي داتابيز سيكوال، ده كلام جميل جدا. وانا عندي دلوقتي هنا جهاز كمبيوتر بمنتهى البساطة، وده طبعا بتلاقيه في الشركات وكذلك العيادات والمستشفيات، ان انت مثلا بتخش اللوبي مثلا عايز تعمل كشف، فطبعا لو انت عايز تعمل كشف ومتابع مع دكتور، انت بتقول للمريض للممرضة او للريسبشنست اللي واقفة بره، بتقول لها انا بعد اذنك انا عندي كشف عند الدكتور، تقول له بعد اذنك مليني البارت نمبر بتاعك او الكود نمبر بتاعك، فانت تقول لها مثلا انا الكود نمبر بتاعي 01A. طيب تقوم مدخلاه على برنامج قاعدة البيانات الموجود على السيرفر. طيب بعد كده بعد ما تخلص الكشف بيتم التعديل على البيانات بتاعتك في الداتابيز، ثم التعديل ده بيوصل لبعض الأجهزة الموجودة في النتورك. أنا بمنتهى البساطة، يعني الناس اللي مش فاهمة المثال ده، بمنتهى البساطة أنا دخلت بيانات، يعني انا من الاخر كده عندي ادي ده مثلا بي سي 1 وده بي سي 2 وده بي سي 3، وانا مثلا ايه يعتبر ربطتهم ببعض، ادي ده بي سي 1 بي سي 2 بي سي 3. بمنتهى البساطه انا عندي مثلا برنامج متحمل على التلات اجهزه دول. ليتس سي البرنامج ده بيطلع لك جدول، ليتس سي تمام، وانا ده مثلا عندك ايه، مثلا انت عايز مثلا جدول اسعار الموبايلات، فهو انت مثلا هنا كاتب لك التايب بتاع الموبايل، وده مثلا البرايس بتاع الموبايل. فانت مثلا راح جهاز واحد قال لك ايه ده، انا جات لي النهارده عده اس 6 ايدج بلس، وسعرها النهارده ب مثلا 6100 جنيه. حلو، يقوم الجدول اللي على الجهاز التاني والجهاز التالت يقوم على طول هوب
التغييرين دول، التو تشينجز دول بيتغيروا، بيتعملوا او بيحصل لهم ابلكيشن او ابلاي على الجدولين الموجودين في الجهاز التاني والتالت، ده بيسموه سينكرونايزيشن، تزامن. يعني اي تغير بيعمله الجهاز الاول بيوصل للجهاز التاني، او بيسمع في الجهاز التاني بيسمع في الجهاز التالت وهكذا، تمام؟ فده بيسمى النتورك على مستوى الهاردوير. طبعا تراك مايكروسوفت بيتكلم عن النتورك سوفت وير. يعني انت ما تيجي تتكلم عن ويندوز سيرفر، كل شغلك على ويندوز سيرفر او مايكروسوفت ويندوز سيرفر، سواء 2012 2012 R2، النسخه التجريبيه من 2016 مثلا 2008، انت كل شغلك على ويندوز سيرفر يعني بيعتبر في ليفل الايه، السوفت وير نتورك. طبعا نتورك تكنولوجي تمام. طبعا النتورك تكنولوجي الامبلمنتيشن بتاعها بيتطبق طبعا بصوره واسعه جدا في الماركت. مفيش شركه، يعني بمنتهى البساطه مفيش مؤسسه، سواء كانت المؤسسه دي شركه، مدرسه، مصنع، ايا كان، مطار، مفيش اي مؤسسة من دول الا ولازم يكون متواجد فيهم نتورك. ليه؟ يعني على انا عايز انت كواحد بتدرس حط النتورك دي في اعتبارك، اي حاجة، اي سيستم انا مربط فيه شوية حاجات ببعض. يعني على سبيل المثال تعالى نتكلم مثلا عن اي شركة، حلو. فطب مش طبيعي الشركة دي بيكون فيها مثلا كاميرات مراقبة، طب انا الكاميرات المراقبة دي مش هحتاج اربطها مع بعض؟ طب أجهزة تليفون، مش أنا محتاج أربط أجهزة تليفون مع بعض؟ مش أنا محتاج أربط أجهزة كمبيوتر مع بعض؟ تعالى مثلا ناخد المثال ده. ليتس سي مثلا أنا عندي مبنى، أدي ده الجراوند، وده الدور الأول، وده الدور الثاني، وده الدور الثالث، وده الدور الرابع. بفرض إن أنت موظف في الحسابات، محاسب، وأنت قاعد في الدور الأول وعندك جهاز كمبيوتر شغال بقى على الورد بتاعك، بتعمل التقارير بتاعتك على البي سي ده. المانجر بتاعك قاعد على قاعد في الدور الرابع، وبرضه ده جهاز الكمبيوتر بتاعه. ده كلام جميل جدا. جه كلمك المانجر، رفع سماعة التليفون وبيقول لك: ايوه يا باشمهندس بعد اذنك، او انت شغال محاسب يقول لك: ايوه يا استاذ بعد اذنك ابعت لي التقرير بتاع الميزانية الخاصة بالشركة للسنة المالية بتاعة 2015 على سبيل المثال. فانت طبعا عامل التقرير ده على الوورد، بفرض ان الجهازين دول مش متربطين مع بعض، فبالتالي كل اللي عليك اللي انت هتعمله ايه؟ ان انت هتحمل التقرير بتاعك على الفلاشة مثلا، وتطلع للمدير تديله الفلاشة، يحمل التقرير، يقعد يناقشك فيه، وهوب تنزل تاني على مكتبك مرة تانية. تخيل انت الوقت اللي انت ضيعته في نقل داتا من جهاز لجهاز، لانك انت فيزيكلي اجبرت ان انت تموف او تتحرك من اللوكيشن اللي فيه البي سي بتاعك للوكيشن اللي فيه البي سي الخاص بالمانجر. طب النتورك اضافت لك ايه؟ النتورك اضافت لك ان هي قالت لك: طب اوكي هنربط الجهازين دول مع بعض. اذا انت ما بقتش مجبر ان انت تتحرك فيزيكلي عشان تقدر تنقل داتا من مكان لمكان. اصبح انا من مكاني، بفرض انا بحب جدا العب بيس 2016 وفيفا 2016، افرض انت مثلا انا ساكن في حلوان، واحد صاحبي ساكن في مدينة نصر، هو محتاج مني لعبة بيس 2016. لو انا عندي سرعة الانترنت عالية، فبالتالي هقدر ارفع لعبة بيس 2016 على الانترنت، او ابعتها له دايركت بالاف تي بي مثلا، وبالتالي انا عندي داتا قدرت احركها من الجهاز بتاعي اللي هو يسمى كسورس. عايزين نسمي بقى ايه الجهاز اللي هيطلع منه؟ يعني مثلا انا عندي جهاز دلوقتي طالع منه داتا، هسمي الجهاز ده سورس. الجهاز اللي هيستلم هيسمى ايه؟ ديستنيشن. ده طبعا يعني عايزين نحفظ شوية المفاهيم دي مع بعض. طيب فاذا انا قدرت احرك الداتا بتاعتي من السورس كجهازي الى الديستنيشن اللي هو بقى ايه، جهاز صديقي، قدرت احرك له الداتا دي من غير ما انا فيزيكلي اكون مجبر ان انا اتحرك من حلوان الى مدينة نصر. طيب ده كلام جميل جدا. الانترنت برضو، الانترنت عبارة عن تطبيق مثالي للنتورك تكنولوجي، لان انت عندك الانترنت عبارة عن مليارات الاجهزة متربطة كلها مع بعض. اصبح انت عن طريق الفيسبوك مثلا، يعني انا هقول لكم مثال. انا
من وجهة نظر النتورك على مستوى الهاردوير ما بين البي سي بتاعي، عشان انا اقدر ابعت لك على الفيسبوك اتشات معاك على الفيسبوك، لازم على مستوى الهاردوير يكون البي سي بتاعي طالع على راوتر، ده برضو ايه رمز الراوتر، طالع على راوتر، والراوتر ده طالع على الاي اس بي اللي هو الانترنت سيرفيس بروفايدر اللي انا مثلا انا مشترك مع لينك دي اس ال، او انت ممكن تكون مشترك مع نور اي دي اس ال او تي اي داتا. طيب السيرفيس الاي اس بي او الانترنت سيرفيس بروفايدر كل وظيفته ان هو انت مربط برضو مع صاحبك اللي هو ساكن بقى في مدينة نصر على الناحية التانية برضو بالراوتر بتاعه، وادي جهاز الكمبيوتر بتاعه اهو، وادي جهاز الكمبيوتر بتاعك اهو. فاذا على مستوى الهاردوير انا فيزيكلي ثرو الكيبلز اقدر اتحرك من جهازي اللي هو جهاز السورس الى جهاز صديقي اللي هو جهاز الديستنيشن. ده من وجهة نظر الايه النتورك على مستوى الهاردوير. طب على مستوى ايه السوفت وير، تعالوا بقى ايه نحاول نحس المفهوم شوية. انا دلوقتي على مستوى السوفت وير هقدر استفاد بايه؟ بمنتهى البساطة اذا انا قدرت فيزيكلي ثرو الكيبلز ان انا اربط البي سي بتاعي بالبي سي بتاع صديقي اللي انا عايز ابعت له مثلا بيس 2016، فاذا او على سبيل المثال عايز اتشات معاه على الفيسبوك، فاذا طالما انا ربطت ايه الجهازين دول فيزيكلي ثرو التوبولوجي اللي انا حاططها قدامك دي، الديزاين اللي انا حاططها، يعني انت طالع على راوتر، الراوتر طالع على شركه الانترنت، وشركه الانترنت مربطه براوتر برضو صديقك من الناحيه التانيه، والراوتر ده وصل على الجهاز بتاعه. اذا انا هسالك سؤال، هل لو انا جيت نقلت شويه داتا مش هتعرف عن طريق المسار ده توصل من السورس للديستنيشن؟ المفترض الاجابه بتاعتك تكون ايوه يا باشمهندس، تقدر توصل الداتا من السورس الى الديستنيشن. يبقى كده انا كهاردوير ليفل السيستم نتورك بتاعتي. طب كسوفت وير ليفل الفيسبوك مثلا، الفيسبوك ده ابلكيشن بي اتش بي، تمام؟ انا عن طريق الفيسبوك ببعت لك الداتا، اوكي؟ يعني انت عندك الابلكيشن هنا، ده الابلكيشن الفيسبوك عندي انا مشغله عندي، وانت برضو مشغل عندك الايه الابلكيشن بتاع الفيسبوك، والتو ابلكيشنز بيكلموا بعض عن طريق استفاده من تربيط الجهازين بتوعنا على مستوى الهاردوير. اذا غايه النتورك، الغايه بتاعه النتورك، الغايه بقى تعالوا يعني نتكلم بغايه فلسفيه، الغايه الفلسفيه من تربيط الاجهزه في اني اكون شبكه هي اني اقدر اخلي البرامج المتسطبه على الاجهزه الموجوده في الشبكه ان هي تكلم بعضها. طب البرامج هتكلم بعضها ليه؟ ده يختلف، ده الإجابة بتاعته إجابة مرنة مش إجابة ثابتة. يعني قد يكون البرنامجين دول برنامج مخازن، برامج مخازن، يعني جهاز هيدخل شوية داتا على البرنامج بتاعه، البرنامج يقوم رامي الداتا على قاعدة البيانات، قاعدة البيانات تقوم مسمعة تروح لبي سي 2 تقول له بي سي 2 ده بي سي 1 عدل بيانات في الجدول الفلاني، استلم التغيير اهو، بنسميه مثلا فلاج، تروح لبي سي 3، بي سي 3 ده بي سي 1 عمل تغيير في الحته الفلانيه او في الجدول الفلاني، ادي استلم الفلاج اهو، تمام؟ انا اتمنى يكون المفهوم وصل ان انا بربط الاجهزه مع بعض زي ما انا، يعني مثلا تعالوا نبص هنا، انا بربط الاجهزه مع بعض هاردوير ثرو الكيبلز راوترز السويتشز عشان انا اقدر اخلي البرامج المتسطبه على الاجهزه دي تقدر تكلم بعضها. يبقى بمعنى اخر اذا انا بعمل النتورك بتاعتي على مستوى الهاردوير عشان اقدر اخلي السوفت وير نتورك بتاعتي توبريت. اتمنى يكون ايه المفهوم ده وصل لكم. طيب النتورك ديزاين كلاسيفيكيشن مبدئيا ليتس سي انت عندك مثلا ده رمز السويتش، اوكي؟ انت عندك بي سي وعندك بي سي تاني. انا دلوقتي بمنتهى البساطه طلعت كيبل من البي سي او اللابتوب بتاعي للسويتش، جبت مثلا سويتش 16 بورت، وصلت السويتش ده برضو منه كيبل الى البي سي التاني، يعني ده من بي سي 1 الى بي سي 2. السويتش اما يربط جهازين مع بعض يكون لك لان، السويتش اما يربط جهازين مع بعض يكون لك لان. طيب ده كلام جميل جدا. تعالوا بقى ايه نتكلم ان انا عندي سويتش تاني وصلت بيه بي سي 3
وهنا بي سي 4، و عايز اربط الايه التو لانز دول ببعض. يعني ده مثلا لان 1 او ده لان 2 وده لان 1. طيب انا ايه الطريقه اللي اقدر اربط بيها التو لانز دول ببعض؟ ها ايوه، الناس اللي مذاكره السي سي ان اي عندها باك جراوند هيقولوا لي عن طريق الراوتر. حلو كده، ده مثلا ار، ده هيسميه اس 1 يعني سويتش 1، ده سويتش 2. فاذا السويتش يقدر يكون لي لان، اني اربط بقى لان بلس لان، اهو لان بلس لان ايكوالز وين. ده المعنى الـ الصرف، ان لان بلس لان ايكوالز وين. طب ده كلام جميل جدا. في بعض الكتب وبعض المراجع بتستعرض الايه النتورك ديزاين كلاسيفيكيشن طبقا للاريا او طبقا للجيوغرافيكلي دايمنشنز. يعني على سبيل المثال نمسح بس ايه الكلام ده كله. تيجي بعض الكتب والمراجع تقول لك ايه، والله بص انا النتورك عندي لو اتعملت على مستوى مكتب او شركة صغيرة او مبنى صغير فاذا انا عملت لان. بغض النظر هل انا ربطت تو سويتشز مع بعض براوتر او لا، انا كده كده anyway انا كده عامل لان. طيب ده كلام جميل جدا. يبقى اذا انا مثلا لو انا عندي شركة، او تعالوا نستعرض مثلا ايه جامعة عين شمس. حلو، جامعة عين شمس، ونتكلم عن كلية هندسة عين شمس. فهندسة عين شمس ادي فيها ايه building 1 building 2 building 3، يعني مبنى الاول مبنى التاني المبنى التالت. طب ده كلام جميل جدا. لو انا ربطت او تعالوا نتكلم، لو انا ربطت اجهزة مبنى واحد كلها ببعض اذا كده انا عملت لان. لو انا ربطت اجهزة مبنى اتنين اذا انا برضو كده عملت لان. طب لو انا برضو مبنى تلاتة اذا برضو انا كده عملت لان. اني اربط المباني دي ببعضها اذا انا عملت حاجة اسمها campus area network. يبقى انا حولت من local area network الشبكة المحلية. ما هو قال لك بقى، قال لك ان الايه اللان اقصاها كمساحة، مبنى. فانا لو ربطت مبنى بمبنى بمبنى اذا كده انا عملت كامبس، كامبس اريا نتورك. طيب دي مثلا ايه المباني الموجوده في ايه في هندسه عين شمس، فانا هسمي ده سايت 1. طب ده كلام جميل. تعالى في طب عين شمس الموجود في العباسيه، فطب برضو عين شمس عنده مبنى 4 او بيلدينج 4 وبيلدينج 5 وعندك building 6. فانا برضو building 4 لو ربطت كل البي سيز فيه اقدر اكون لان، لو انا building 5 ربطت كل البي سيز بيه اقدر اكون لان، وكذلك في المبنى السادس لو انا ربطت الثلاث مباني دول ببعض اذا انا عملت كان. يبقى انا هنا عندي كان 1 وانا هنا عندي كان 2. لو انا ربطت كان 1 بلس كان 2 هي ايكوال ايه؟ هيديني ايه؟ هيديني مان. متروبوليتن اريا نتورك، متروبوليتن اريا نتورك. طيب ده كلام جميل جدا. طيب يبقى اذا انا لو انا ربطت الكانز الموجوده بقى في جامعه عين شمس بكلياتها اذا انا كده عملت ايه؟ مان كبيره. طيب افرض انا عايز اربط جامعه عين شمس وهي مثلا جامعه عين شمس قررت تفتح فرع جديد ليها، سلسله كليات ليها في دبي. فاذا لو انا ربطت المان اللي في دبي بالمان الموجوده في القاهره هتديني ايه؟ هتديني وين. فاذا انت عندك تعريف صرف ان لان بلس لان ايكوال ايه ايكوال وين، ده تعريف صرف. طيب وعندك التعريف المرتكز على الناحية الجغرافية، الوسع الجغرافي، ان هو يقول لك لو انا ربط ده مبنى ده سلسلة مباني مع بعض يقول لك بقى ايه لان ثم كان ثم مان ثم وين وهكذا. فده التقسيم الصرف والتقسيم الجغرافي. طب انا الافضل بالنسبة لي ايه؟ لا، الافضل بالنسبة لك ان انت تعتمد على التقسيم الصرف لان بلس لان ايكوالز وين. طيب
ده بقى ايه ملخص لل الكلام اللي احنا متكلمين فيه في السلايد اللي فات. اللان سام بي سيز ذات ار لينكد توجذر وذ ا سويتش جيوغرافيكلي اتس ذا نتورك امبلمنتد ان ا سمول اوفيس اور بيلدينج ال كان ات كونسيستس اوف سام لانز ذات ار كونكتد توجذر جيوغرافيكلي اتس ذا نتورك امبلمنتد ان ا يونيفرسيتي. يعني ده انا بديك هنا ايه مثال توضيحي هنا برضو. المان it consists of some cans that are linked together geographically it's the network implemented in the government. مثلا الحكومة برضو الوزارات لما اجي اربط ايه النتوركس بتاعتها تبادل البيانات ما بينهم. والوان it consists of some mans that are connected together. والمثال الرئيسي على الوان هو الانترنت. يعني طبعا السؤال هنا بقى الانترنت يربط لك كام لان مع بعض. الانترنت ده بيربط لك مليارات اللانز مع بعضها. تعالوا بقى ايه نتكلم في النتورك ديفايسز اند ذير ابلكيشنز. اجهزه النتورك يعني فعلا بتيجي تتعامل معاها اجهزه سيسكو او بروكيد او اتش بي اجهزه مايتك 3كم. انت فعلا بتتعامل مع اجهزه قيمه. لكن انت تتخيل ان انت راوتر سي 7200، يعني انا كنت مركبه في المستشفى، ده يعمل له الراوتر ده يعمل له لوحده كده في حدود 80,000 جنيه. يعني ده في حدود 80,000 جنيه. اما تيجي تتكلم في سويتش، اما تيجي تتكلم في اس اي فاير وول، اما تيجي تتكلم في سيرفر، فانت بتتكلم في بتتكلم في ارقام. انا يعني انا كنت مركب سيرفر الديل باور ايج 420، ده برضه ده كان يعمل له في حدود 45,000 جنيه. في سيرفرات بتخش في الربع مليون جنيه، في سيرفرات بتعدي المليون جنيه. فانا عايزك تتخيل ان انت في مجال شغلك في النتورك انت بتتعامل مع اجهزة بارقام وباسعار. فلذلك طبعا وظيفة مهندس الشبكات وظيفة تقدر ووظيفة محترمة جدا، والشغل بيبقى فيها التكنيكال عالي قوي لان انت بتشتغل على حاجات قيمة. البعض بقى ايه الاجهزة الرئيسية اللي احنا هنتكلم عنها في الفيديو ده. الراوتر الفانكشنز بتاعته، الراوتر بيعمل ايه، الفاير وول، السويتش، الاي بي اس اي دي اس، الانتروجن بريفنشن سيستم، انتروجن ديتكشن سيستم، الاكسس بوينت، الاي بي فون، السيرفر. طيب ده كلام جميل. يعني على سبيل المثال ده راوتر، ده سويتش واضح جدا من شكله، اكسس بوينت، اي بي فون، ده تقريبا اي بي فون ال 9000 سيريز، وده ده برضو سيرفر باور ايدج، ديل باور ايدج. طبعا ديل وخصوصا الموديل بتاع الباور ايدج من شركة ديل، انا من يعني من افضل المودلز اللي انا بحب اتعامل معاها في بي ككواليتي الهاردوير سيرفر كومبوننتس. ده اي بي اس اي دي اس، ده فاير وول، اي اس اي فاير وول. تعالوا بقى نتكلم عن كل جهاز على حده. some switches functions. هنتكلم عن سويتش. السويتش اللي قدامنا ده سويتش 3750، ده من افضل السويتشات اللي انت ممكن تتعامل معاها. في امكانيات كتير جدا. طبعا الناس اللي عندها باك جراوند عن النتورك يعرفوا طبعا، والناس اللي شغاله في الشبكات عارفه السويتش ده مالتي لاير ويقدر يعمل حاجات رهيبه. كذلك ده من المودلز الريكومندد ليك لو انت بتدرس السي سي ان بي او السي سي اي اي، انك تدرس على النوع ده من السويتش من السويتشات. طيب السويتش ك فانكشن رئيسية هو بيربط بيكون لان، بيربط أجهزة كمبيوتر مع بعضها عشان يكون لان. يعني أنا مثلا هنا عندي بي سي 2 وهنا بي سي 2 رابط بي سي 2 مع بي سي 3، فأنا ربطت أجهزة كمبيوتر مع بعض. السويتش هو اللي بيربطهم مع بعض عن طريق طبعا البورتس اللي انتوا شايفينها دي، دي بورتس ار جي 45. ده هوريكم بقى، هنتكلم عن البورتس والكونكترز والكيبلز ان شاء الله في المحاضرة الجاية. فالسويتش بيربط اجهزة الكمبيوتر مع بعض عشان يكون لان. زي ما مثلا على الشمال هنا عندي لان 1 وهنا لان 2، فهنا لان ولان. طبعا عشان اربط، افكر تاني، عشان اربط اللان بلس لان، احنا بقى عايزين ننسى، انا شخصيا بقول لك يا ريت تنسى اللان والكان والوان والمان والكلام ده كله. ظبط نفسك على اللان والوان.
يعني لان بلس لان ايكوال وان. انا طب انت يا باشمهندس شرحتها ليه؟ انا شرحتها عشان يعني اقول لك دول بيقولوا ايه ودول بيقولوا ايه. اوكي طيب احنا هنستقر بقى ايه دي لان بلس لان ايكوال وان. طبعا الراوتر هنا وظيفته الرئيسيه ان هو يربط اللانز ببعضها. يبقى اذا تربيط اجهزه الكمبيوتر مع بعضها او تربيط مش فقط اجهزه الكمبيوتر، ممكن الاي بي فونز، يعني ممكن اربط شويه ايه اي بي فونز ببعضها. ادي اي بي فون وده ده اي بي فون مثلا 1 وده اي بي فون 2. برضو لو اقدر اربط الاي بي فونز ببعضها، السويتش هو اللي يربطهم مع بعض، بحيث برضو اي بي فون 1 يقدر يكلم اي بي فون 2 وهكذا. كذلك السويتش مش بيربط فقط البي سيز والاي بي فونز بس، لا بيربط كذلك الاي بي كاميرز، الكاميرات الاي بي. طبعا من افضل الفندرز اللي انا اتعاملت معاها في الكاميرات هي كاميرات دي لينك، يعني من ناحية الكواليتي ومن ناحية السعر. ندخل بقى ايه على الجهاز اللي بعده اللي هو الراوتر. الراوتر اللي قصادنا ده سي 2801. راوتر كويس، يعني انا بتكلم ده دي براندات طبعا ايه سيسكو اللي انا بتكلم عنها. ده راوتر يعني محترم، يقدر برضو ممكن تشغله ك في بي ان سايت سايت ريموت سايت، يقدر يعمل لك اي جي ار بي او اس بي اف. طبعا انا المفاهيم اللي بقولها دي الناس اللي عندها باك جراوند عن السي سي ان اي هتفهمها، لكن الناس اللي ما عندهاش باك جراوند كده كده هنشرح الكلام ده قدام. فطبعا ده من افضل برضو، يعني مش من افضل لان في افضل من الراوتر ده بكتير. عندك يعني سي 7 السي 7200، ده افضل راوتر انا فعلا الصراحه اتعاملت معاه، لكن السي 2801 كويس. الراوتر وظيفته الرئيسيه اللي هو بيربط ايه اللانز مع بعضها عشان يكون وان. طيب الوظيفة الرئيسية زي ما انا قلت connecting lands together، الوظيفة التانية connecting your entire network to the internet. يعني على سبيل المثال تعال بقى نتكلم انت عندك في البيت الدنيا ماشية ازاي. ادي جهاز الكمبيوتر بتاعك، جهاز الكمبيوتر بتاعك واصل على ها واصل على راوتر. اوكي الراوتر بتاعك واصل على الايه الاي اس بي اللي هو الانترنت، انترنت سيرفيس بروفايدر. طيب فانت عن طريق بقى عشان تطلع الانترنت بتمشي الداتا بتاعتك بتعدي على الراوتر، والراوتر يقوم مطلعها على ايه الكلاود بتاعت ايه الانترنت. فانت طبعا لو انا مثلا ايه جهاز تاني برضو متصل بالاي اس بي من الناحية التانية عن طريق ايه راوتر. الراوتر المنزلي اللي عندك في البيت ده مسموش راوتر، ده معلومة كده ايه احب اقولها. الراوتر المنزلي الموجود في البيت ده مسموش راوتر، ده اسمه كومباكت سوليوشن. ده عبارة عن راوتر زائد سويتش زائد اكسس بوينت زائد مودم ريجوليتر، فكذا كذا جهاز في بعض كذا جهاز في بعض. فلكن انت ما تيجي تتعامل بقى على مستوى البروفيشناليتي في النتورك ديزاين اند امبلمنتيشن، لما تيجي تشتغل بقى كمهندس شبكات، لا الشركات ما بتجيبش بقى راوترات منزلية، يعني بتجيب بقى ايه الراوتر راوتر، السويتش سويتش، الاكسس بوينت اكسس بوينت. لكن قلما لان الراوتر اللي عندك في البيت ما يقدرش يراوت، يعني اقصى انه يراوت ل 25 30 يوزر. تقدر يقدر في راوترات منزليه تقدر توصل انا بتكلم بقى على الحاجات التي بي لينك، حاجات الدي لينك دي تقدر توصل لايه من 25 30 يوزر، في بتعدي في بيوصل لل 50. لكن لو انت عايز بقى عندك شركه فيها اكتر من 100 جهاز كمبيوتر، لا انت بقى لازم تشتري بزنس بزنس راوتر، يعني راوتر بقى يقدر يراوت، او يعني ايه يراوت يعني يطلع الداتا من الاجهزه على الايه الانترنت، او لو هو مربوط على لان تانية زي هنا. شوف بقى انا كده عملت لك ايه التوبولوجي وسعناه شوية. بص الراوتر ده بيربطك على الانترنت وكذلك بيربطك بايه بلان اخرى، فدي القصة. طبعا الراوتر ممكن يشتغل كفاير وول، السي 7200 راوتر جوكر، يعني انا بحبه جدا ان هو الراوتر جوكر، يقدر يشتغل لك كفاير وول. الراوتر يقدر يشتغل كسويتش، يعني ممكن تجيب راوتر ومالتيبل انترفيسز تركب فيه بقى ايه انترفيسز زياده، بحيث ان هو يقدر يربط اكبر عدد ممكن من الاجهزه، يشتغل كسويتش. ممكن يشتغل كاي بي اس اي دي اس، انتروجن بريفنشن سيستم، انتروجن ديتكشن سيستم. هنتكلم عن الاي بي اس اي دي اس في فقره مستقله من الفيديو ده. يونيفايد كوميونيكيشن سيرفر مور، يعني ان يونيفايد كوميونيكيشن سيرفر الراوتر ممكن يشتغل لك كسنترال تليفونات،
يعني انت برضو بتتكلم عن برضو السي 7200 يقدر يعمل لك القصه دي، السي 2801 يقدر يعمل لك القصه دي، ال 2825 يقدر برضو يشتغل كسنترال. يعني سنترال يعني على الناس بقى ايه اللي مش فاهمه يعني ايه بقى ايه الراوتر اللي يشتغل كسنترال. لا ده انا بقى هنا مش عايز بقى ايه ارسم جهاز كمبيوتر، انا هنا عايز ارسم عده تليفون. ادي عده تليفون وادي عده تليفون اخرى بفرض الراوتر ده ايه سنترال. العده دي اول ما تبوت بتبوت يعني تشتغل بقى تدي لها باور تشتغل بقى كهرباء، بتسطب ملف فيرموير عليها، فيرموير ملف تشغيل، فالعده بتشتغل وتلاقي الشاشه نورت كده وبتبدا تظهر عليها بيانات، تقوم العده رايحه على السنترال اللي هو الراوتر تقول له بعد اذنك يا راوتر انا عايز رقم تليفون، الراوتر يقول اوكي هديك رقم تليفون مثلا هو 1001. كذلك ده بيحصل مع العده الثانيه، فمثلا الراوتر بيديها نفس الكلام بيحصل نفس الحوار والسيناريو، الراوتر يديها 1002. طيب انت دلوقتي عشان تتصل ب 1002 تعمل ايه؟ ترفع بمنتهى البساطه، ارفع سماعه التليفون، اكتب على البوتنس 1001، يقوم العده رايحه للراوتر تقول له انا عايز اروح للجهاز اللي واخد الدايركتوري نمبر بتاعه او الرقم بتاعه هو 1002، يقوم الراوتر اوكي العده اللي عليها 1002 هنا اللي هي ايه هنا. فالراوتر هنا بيعمل راوت، يعمل نقل داتا من الاي بي فون واحد لاي بي فون 2. فطبعا احنا اتكلمنا الراوتر الوظيفه الرئيسيه بتاعته ان هو بيربط اللانز ببعضها ويكون وان بيكونكت الانترنت او الانترنال لانز، اللانز الداخليه باي شركه او اي مبنى او اي مؤسسه او حتى في البيت عندك بيربطهم بالانترنت. الراوتر يقدر يشتغل كمالتي فانكشنال ديفايس، كفاير وول، كسويتش، كاي بي اس، اي دي اس، كيونيفايد كوميونيكيشن سيرفر يعني سنترال، واشياء اخرى بقى. طيب اي اس اي فاير وول 25/10 55/10. الفاير وول ايه قصته؟ الفاير وول عامل زي بواب العماره. بواب العماره وظيفته ايه؟ ان لو لقى حد غريب داخل من الاوتسايد يعني جاي من الشارع كده من الاوتسايد يعني من الانترنت، يعني احنا هنا بنتكلم مثال، افرض النتورك بتاعتك دي عباره عن عماره مبنى، فانا اللي جاي من بره من بره المبنى كانه جاي من الانترنت، الراوتر يقوم انا اسف الفاير وول يقوم موقف الداتا يقول لها انت رايحه فين، ويتشك على كل بيانات الداتا. يعني بفرض ان انا في راوتر هنا متوصل بالانترنت ومتوصل على سويتش، والسويتش ده واصل على بي سي 2. افرض بي سي 2 عايز يبعت ملف وورد لبي سي 1، فهيبعت الملف الوورد للراوتر بتاعه للسويتش، والسويتش يطلعه للراوتر، الراوتر يقوم مطلعه للانترنت او الاي اس بي، ويقوم الانترنت مطلع مفرود الباكت او الوورد او ملف الوورد على الفاير وول. فاير وول يقول ستوب بقى، البيانات دي او الداتا دي رايحه لمين، يقعد يكشف على تفاصيل هذه البيانات. واذا تاكد ان من صلاحيه البيانات دي وان هي فعلا رايحه للبي سي 1 ذات نفسه، يقوم معدي ايه الداتا. فالفاير وول بالبلدي كده بيعمل غربله للداتا، بيغربلها، بيفلترها، بيشوف انت رايح فين، انت لا يقف كده زي او ضابط الشرطه، انت ايه رايح فين، انا رايح لفلان الفلاني اللي هو مكانه فين، اللي هو مكانه متوصل على بورت 2 على السويتش الفلاني اللي الاي بي او العنوان بتاعه الفلاني كذا 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 كذا. فده طبعا قصه الفايرول. طبعا تقدر تعمل على الفايرول حاجات بقى ايه اسمها بوليسيز، يعني دي حاجات بقى متقدمه تدرسها معانا في السي سي ان اي في توبيك الاكسس ليستس. يعني على سبيل المثال انا دلوقتي هنا عندي بي سي 3، وانا هنا عندي بي سي 4، او ممكن نضرب المثال ده هنا لان المثال ده مش هينفع على الفاير وول، هينفع على الاي بي اس اي دي اس. بفرض تعالوا نتكلم على نعدل المثال شويه، انا ممكن اقول للفاير وول يا فاير وول اي انكمينج داتا، انكمينج يعني داخله اي انكمينج داتا من بي سي 2 لبي سي 1، او اي انكمينج داتا داخله البي سي 1 اعمل لها ديناي ما تعديهاش. او ممكن اقول له العكس، يا فاير وول اي انكمينج او اي اوت كومينج داتا جايه ليك
يعني انا دلوقتي اي اوت كومينج يعني داتا خارجه من بي سي 1، اي اوت كومينج داتا جايه من بي سي 1 رايحه عليك يا فاير وول وعايزه تطلع بره، اعمل لها ديناي. فانا اقدر اعمل بوليسيز على ايه الفاير وول، اقدر بقى احدد اعمل بوليسيز صلاحيات، ده يفتح مثلا، ده اقدر اطلعه على الانترنت، ده اقدر ما اطلعوش على الانترنت، اقدر اخلي الجهاز ده يكلم من الجهاز ده، الجهاز ده لا، وهكذا. طبعا هنا طبعا هنا بيكونترول الاوثنتيكيشن والاوثورايزيشن اوف نتورك يوزرز. يعني ايه بيكونترول الفاير وول الاوثنتيكيشن والاوثورايزيشن؟ بمنتهى البساطه هنتكلم عن الاوثنتيكيشن والاوثورايزيشن بمعنى مبسط، مش هنتعمق فيه قوي لان ده بقى ايه في تراك السكيورتي، بس يعني ايه هقول لك الحاجه اللي تفهمك يعني ايه اوثنتيكيشن واوثورايزيشن. بمنتهى البساطه انا ممكن اعمل ابلكيشن على الفاير وول بحيث ان اي حد يطلع على الانترنت ودخل كده www.google.com يقوم البراوزر يقول له دخل اليوزر نيم والباسورد، دخل لي هنا بقى ايه اليوزر نيم بتاعك ودخل لي هنا الباسورد بتاعك. وانا بقى رحت انا كمهندس شبكات رحت قلت البي سي لصاحب الموظف اللي قاعد على بي سي 1، قلت له لو انت عايز تخش على الانترنت اليوزر نيم بتاعك مثلا احمد والباسورد بتاعك 1111. حلو. فبالتالي احمد لو انا كاحمد عايز اطلع للانترنت، فانا بدخل على الفاير وول اليوزر نيم والباسورد بتاعي، كده انا عملت ايه اوثنتيكيشن، يقوم الفاير وول معديني للانترنت واقدر اطلع بالانترنت عادي جدا. طبعا الموضوع الاوثنتيكيشن ده بيحصل في الاكسس بوينت، لو انت بتتكلم اكسس بوينت في مكان جنرال، فانت لما تيجي تفتح في بعض الاكسس بوينت الانهانسد بقى اللي فيها سكيورتي عاليه، تيجي اكسس على الاكسس بوينت وبعد كده تضطر ان انت تخش على صفحه الاكسس بوينت، فالاكسس بوينت تقول لك ايه طب اديني دخل رقم التليفون بتاعك، فتدخل رقم التليفون بتاعك يوم الاكسس بوينت يبعت لك كود نمبر على في مسج على التليفون، وتدخل الكود نمبر ده على ايه على البيج اللي طالعه لك. فدي عمليه الاوثنتيكيشن. نتكلم كمثال تاني، اللي ما فهمش المثال ده ان شاء الله يفهم المثال الجاي. كمثال تاني انا بمنتهى البساطه، لو انت عايز تخش على الجهاز بتاعي، حلو كده، انت عايز تخش على الجهاز بتاعي، انت رحت زرتني في بيتي ولقيت الجهاز بتاعي مقفول، فبتقول لي يا باشمهندس احمد ممكن افتح الجهاز بتاعك عشان عايز اخد منه حاجات على الفلاشه بتاعتي؟ فهقول لك تمام اوكي. هتقوم فاتح البي سي بتاعي، هتقوم هوب تلاقي قدامك يوزر نيم وباسورد. دي الاوثنتيكيشن اللي انت تحقق الشخصيه، هل انت الشخص المصرح ليه ان هو يخش على السيستم بتاعي؟ يعني البي سي بيقول لك ادي اليوزر نيم والباسورد، دخله عشان تثبت ان انت ليك صلاحيه ان انت تخش على الويندوز. كذلك هنا برضو المثال ده، اثبت لي صلاحيه، اثبت لي شخصيتك، واثبت لي ان انت عندك صلاحيه ان انت تطلع على ايه الانترنت. طيب ده الاوثنتيكيشن. الاوثورايزيشن دي بقى ايه ليها معنى قوي جدا. الاوثورايزيشن هتقابله في السكيورتي، وكذلك هتقابله في المايكروسوفت ويندوز لو انت بقى بتدرس الجروب بوليسيز والاكتيف دايركتوري والكلام ده كله. بمنتهى البساطه تعالوا نتكلم على الاوثورايزيشن، تعالوا نتكلم على مثال فوق كده. انا عندي هنا سويتش، وانا عندي هنا فايل سيرفر، فايل سيرفر. طيب هنا بي سي 1 وده بي سي 2. ايه وظيفة الفايل سيرفر؟ بمنتهى البساطة انا بحمل على الفايل سيرفر بتاعي ملفات، والملفات دي اعمل لها شيرنج بحيث ان هي تسمع في الاجهزة التانية اللي في اللان. ادي بي سي 1 وبي سي 2، بفرض ان انا عندي ملف واحد، حلو، ملف واحد، او ده ملف نقول مثلا هو ملف وورد، حلو كده. طيب انا اقدر اخلي بي سي 1 يشوف الملف كريد، يعني يقراه بس، لكن ما يقدرش يعدل مثلا في اسم الملف او محتوياته. يعني الفايل او الملف الوورد ده ما يقدرش يغير المحتوى بتاع ملف الوورد، يغير حرف او رقم فيه، لان انا مديله صلاحية الريد. انا مديله صلاحية ايه؟ الريد. حلو. طب لو انا افرض عايز اخلي بي سي 1 عايز يغير يقدر يغير الملف ده، فانا اذا بديله صلاحية
الرايت. حلو كده، انا بدي له صلاحيه الرايت. طب انا بي سي 2، انا عايز اخلي بي سي 2 يشوف الملف بس، لكن ما يغيرش فيه حاجه. فاذا انا بدي له صلاحيه الريد، وبدي له صلاحيه ايه، بدي له صلاحيه ما بديلوش طبعا صلاحيه الرايت، بدي له صلاحيه الريد بس، لان انا عايز بي سي 2 ما يغيرش المحتوى بتاع ملف الوورد، لكن المحتوى ده يظهر له. دي الصلاحيه. الصلاحيه ان انت كصلاحيه دلوقتي جهاز او بي سي 1 على ملف الوورد بتبقى اعلى من صلاحيه ايه، بي سي 2 على ملف الوورد. وده طبعا ايه معنى مبسط او مثال مبسط للاوثورايزيشن. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا موضوع الاوثنتيكيشن. موضوع الاوثنتيكيشن بمنتهى البساطه، انا هدخلك على مبنى، قول لي كلمه السر. الاوثورايزيشن انت دخلت المبنى، المسموح لك، ممكن يكون مسموح لك ما تتحركش، ما تركبش الاسانسير بحيث انك تطلع الدور الاول او التاني او الرابع او الخامس او العاشر. واضح كده؟ آه لا، انت انا صلاحيتي مثلا لو المبنى 10 ادوار، انا صلاحيتي اطلع للدور الثاني، لكن انت مالكش صلاحيه ان انت تطلع للدور الثالث والرابع والخامس وهكذا. فده الفرق ما بين الاوثنتيكيشن والاوثورايزيشن. ده الايه، الفاير وول. حاجه اخيره، ان انت طبعا في لو بتتكلم عن سيسكو، عندك في سيسكو اي اس اي فاير وول، وفي حاجه اسمها برضو سيسكو بي اي اكس فاير وول. انت في السي سي ان اي هتدرس على الاي اس اي فاير وول، سي سي ان اي سكيورتي، انت هتدرس على السيسكو اي اس اي فاير وول. طيب نشوف الجهاز اللي بعده، الاي بي اس اي دي اس. افرض باكت داخله على الفاير وول، الفاير وول هيعمل لها ايه يا شباب؟ هيعمل لها فلتره، هيتاكد بقى انت رايحه فين وجايه منين، ويتاكد من البيهيفير، تصرفات الداتا اللي داخله. ما هو ممكن تكون داتا داخله من هاكر، داخل عشان يهاك البي سي ده مثلا. طب افرض الداتا ضحكت على الفاير وول وعدت، يعني كانها عملت باي باس، على الراوتر، يعني على الفاير وول. باي باس يعني عدت على الفاير وول، عدت ضحكت على الفاير وول ودخلت. تمام كده؟ طيب الامر هيقف لحد كده؟ لا، هتقابل الاي بي اس اي دي اس. الاي بي اس اي دي اس وظيفته، وده الفرق الشاسع، لان في ناس بتتلخبط في الفروقات ما بين الفاير وول والاي بي اس اي دي اس. الفاير وول بيفلتر الداتا اللي جايه من الاوتسايد نتورك للانسايد نتورك، يعني دي يعتبر الاوتسايد بتاعت النتورك اللي عندي دي، فهو بيفلتر الداتا اللي خارجه من الاوتسايد للانسايد، وكذلك يقدر يفلتر الداتا اللي خارجه من الانسايد للاوتسايد. يعني يفلتر ان انا مش عايز جهاز مثلا يطلع على الانترنت، او انا عايز جهاز يخش على مواقع معينه ومواقع تانية لا. طيب الاي بي اس اي دي اس، يقدر يمونيتور الداتا اللي بتمر في النتورك. يعني انا على سبيل المثال داتا بقى ايه، هاكينج داخله عشان تهاك على بي سي، فضحكت على الفاير وول ودخلت، لكن لا، هتقابل الاي بي اس اي دي اس، لان الاي بي اس اي دي اس ليه سنسورز بيستشعر الداتا اللي ماشيه في النتورك. طبعا دي بقى تكنيكس هتاخدها في السي سي ان اي والان بي سكيورتي لو انت تخصصت بقى ايه في التراك السكيورتي. وبالتالي الاي بي اس اي دي اس يقدر يمنع لك اتاكس زي دي من انها تتم. في اجهزه تقدر تشتغل كاي بي اس اي دي اس، في اجهزه تقدر تشتغل كاي دي اس فقط، انتروجن ديتكشن سيستم. ديتكشن سيستم يعني الجهاز اكتشف لك الاتاك، اكتشف لك ان في شيء غير طبيعي بيحصل في النتورك بتاعتك، ولكن ما يقدرش يمنع الاتاك، ما يقدرش يمنعها. طيب اما الاي بي اس اي دي اس، الاي بي اس اي دي اس يكتشف لك الاتاك ويمنعها لك، ويقدر يمنعها لك. دي طبعا بناء على كونفيجريشن انت بتدخلها على الاي بي اس اي دي اس. طبعا بالمناسبه السي 7200 يقدر يشتغل كاي بي اس اي دي اس، يعني انت تقدر تشغله كاي بي اس اي دي اس من غير ما تشتري اي بي اس اي دي اس، يعني جهاز مستقل. زي انت قدامك هنا سيسكو اي بي، ده اي بي اس اي دي اس 4270. طيب فطبعا عشان نراجع بقى ايه اللي يمكن انا نسيت حاجه، قلنا working on monitoring packets moving between PCs in the entire network، دي اتكلمنا عنها. ال IDS stands for intrusion detection system and it can
او and it scans the network for detecting attacks but it doesn't stop them. طيب ال IPS stands for intrusion prevention system, it scans the network for detecting attacks and also stop them. طيب تعالوا بقى نتكلم عن الجهاز اللي بعده, الاكسس بوينت. الاكسس بوينت, الاكسس بوينت عباره عن سويتش ولكن وايرلس. السويتش يا شباب, هو احنا مش قلنا السويتش ده يقدر يربط اجهزه مع بعض ويكون لان؟ هتقول لي اه. طيب السويتش من الاخر هو والفاير وول, هو والاكسس بوينت وجهين لعمله واحده. الاكسس بوينت عباره عن سويتش بيربط ما بين اجهزه ولكن وايرلسلي, يعني السويتش بيربط الاجهزه وايرد بكابلات, اما الاكسس بوينت لا, يقدر يبعت لك بقى ايه, يطلع لك سيجنال من الانتنه بتاعته, دي الايه, دي الانتنه, من الانتنه بتاعته, بحيث ان انت لو عندك لابتوب تقدر تستقبل السيجنالز اللي جايه من الانتنه دي وتعمل كونكشن معاها, فاذا انت كونكتد على الايه, الاكسس بوينت. الاكسس بوينت مفيد جدا في انه يعمل لك اكسبانجن لللان بتاعتك, يعني يقدر يمد لك اللان بتاعتك, يمد لك الاريا بتاعتها, ولكن خطر. ولكن الاكسس بوينت خطر, لان اي جهاز يقدر يخترق الاكسس بوينت, ومن الاكسس بوينت يقدر يخش على الانتاير نتورك بتاعتك, تبقى مشكلة معاك. الديل باور ايج ار 620 ده سيرفر بقى. تعالوا نتكلم عن الـ some servers functions. السيرفر بمنتهى البساطة خدام بيخدم على الأجهزة الموجودة في النتورك. يعني أنا هرسم لك ديزاين كده, توبولوجي بسيطة. أنا عندي بي سي 1 وهنا بي سي 2 وده سيرفر. طيب في حاجة أنا عايز أقولها لك دلوقتي ما فهمتهاش دلوقتي, إن شاء الله هنشرحها في المحاضرات الجاية. ال DHCP, DHCP service, يعني أنا ممكن يكون عندي سيرفر بيقدم خدمة ال DHCP, بيقدم خدمة إيه, ال DHCP, فيسمى DHCP server. طيب ال أي بي سي عشان يلوجن على النتورك, عشان يخش على النتورك, لازم يكون ليه عنوان, بطاقة تعريفية للجهاز, IP وماك ادرس. احنا هنفترض ان مفيش حاجه اسمها ماك ادرس, هو بياخد البطاقه بتاعته اسمها الاي بي. طيب اي جهاز عشان يخش في النتورك لازم يكون ليه اي بي, والاي بي بتاعه ما يكونش متطابق مع اي بي جهاز تاني. فبي سي 1 الاي بي بتاعه مختلف عن بي سي 2. طيب بمنتهى البساطه كده, لو انت عندك نتورك فيها جهازين, فانا اقدر بمنتهى البساطه ان انا ادي اي بي هين للجهازين اللي هدخله على النتورك دول مانيوالي استاتيك. طيب ماذا لو ان انت عندك 200 300 400 جهاز في النتورك, هل هتروح لكل بي سي وتدي له اي بي؟ الموضوع هيكون في غايه الصعوبه, لان انت هتقابلك مشكلتين. السكيلابيلتي, ان انت هتدي اي بيهات لاجهزه كتير جدا فانت هتاخد وقت. المشكله الثانيه ان انت ممكن تتلخبط, انت ممكن تكون مدي جهاز اي بي وبعدها بيومين تروح للجهاز مثلا رقم 10 تدي له اي بي, وبعدها بيومين الجهاز رقم 175 تدي له اي بي اللي انت اديته لجهاز 10, ما انت مش فاكر بقى, انت اشتغلت على عدد كبير. فلا, انا اقدر اعمل سيرفر, كل مهمه السيرفر ان هو يوزع اي بيهات لاي جهاز يخش للنتورك يروح للسيرفر ده, يقول له سيرفر يا دي اتش سي بي سيرفر بعد اذنك ادي لي اي بي, يقوم الدي اتش سي بي سيرفر باعت له خد اتفضل الاي بي بتاعك. والدي اتش سي بي سيرفر ما بيغلطش, انت ممكن تغلط, انت ممكن تدي الجهازين نفس الاي بي, لكن دي اتش سي بي سيرفر ما بيغلطش, لا يمكن يدي جهازين نفس الاي بي. طيب فهو ممكن يشتغل كدي اتش سي بي سيرفر, كويب سيرفر. لك ان تتخيل انت مثلا الفيسبوك, الفيسبوك مرفوع على اكتر من 40,000 سيرفر. يعني اما تيجي تخش على صفحة نت, يعني تعالوا برضو نتكلم بمنتهى البساطة, انا عملت صفحة نت على ال HTML, عملت صفحة على ال HTML, فانا اقدر ارفعها على السيرفر, وبالتالي يقدر بي سي 2 through البراوزر, الفايرفوكس مثلا يخش على الصفحة دي, برضو بي سي 1 through البراوزر يقدر اكسس على برضو الصفحة دي. وكذلك افرض بقى انا وصلت السويتش ده بايه, تعالوا بقى نوسع خيالنا شوية, براوتر, وصلت الراوتر ده بايه, بالانترنت,
والانترنت ده واصل بيه هنا راوتر وهنا واصل بيه بي سي 3، فيقدر بي سي 3 ثرو الانترنت ثرو الراوتر يقدر يخش على صفحة الويب المرفوعة او صفحة ال HTML المرفوعة على السيرفر ده. كمان السيرفر برضو ان انت ممكن تبعت ايميل، البي سي ده يبعت ايميل، البي سي ده اللي هو يبعت الايميل يروح الايميل سيرفر، الميل سيرفر يقوم مفرود الميل على الديستنيشن بي سي. طبعا انا بتكلم من وجهة نظري الشخصية المتواضعة التي لا قيمة لها، ان من افضل السيرفرات اللي انا اتعاملت معاها هي انا بتكلم كهاردوير، هي سيرفرات ديل، خصوصا الباور ايدج. طبعا سيسكو بدأت في مؤخرا ان هي تنزل سيرفرات خاصة بيها اللي هي اليو سي اس سيرفرز، دول هتشوفوها في الفيديو بتاع شوت يور فاير اللي انا نزلته من كام يوم على اليوتيوب، على الشانل عندي على اليوتيوب. طبعا بس اليو سي اس سعره غالي جدا، يعني سعر اليو سي اس ممكن يعدي ال 90,000 جنيه، بامكانيات لو انت جبتها في الباور ايدج حتى هتعمل لك في حدود 40 50,000 جنيه، وهتلاقي الكواليتي تقريبا هي هي، يعني لان ديل ليها خبره عاليه جدا في السيرفر الاندستري للسيرفرز اكتر من سيسكو. طيب الاي بي فون، الاي بي فون هو عده تليفون عاديه جدا، هو عده تليفون عاديه جدا، بس انت عندك عدة التليفون اللي في البيت هتلاقيها بورت صغير شكله كده، يعني شكله كده، يعني ده بيسمى بورت ار جي 11، بيخش فيه كابل الار جي 11، يعني تحس ان هو كابل التليفون عامل زي كابل الانترنت بتاعك، لكن انت كابل الانترنت بيسموه السوكت بتاعه بيسموه الار جي 45، الار جي 45. فالاي بي فون انا اقدر بيبقى فيه السك البورت اللي هو بتاع الار جي 45، فاقدر اطلع منه كابل شبكه اوصله بالسويتش بتاعي، فانا لو وصلت تو اي بي فونز ثرو السويتش هيقدروا يكلموا بعض بكونفيجريشن. اعملها بقى ان لازم هنا يكون في ايه، في سنترال، انا مثلا هنا عندي السنترال السي يو سي ام، او ممكن السنترال يكون راوتر. السنترال لو انت اشتغلت على السي يو سي ام، فالسي يو سي ام ده بيتحمل على هاردوير سيرفر عادي، لكن انت لو اشتغلت على راوتر فانت الراوتر بيكون متحمل عليه ابلكيشن اسمه سي ام اي، كول مانجر اكسبريس، فده ابلكيشن يقدر يعمل لك ايه، سنتراليزيشن للدايركتوري نمبرز، يدي بقى ارقام تليفونات ارقام للتليفونات اللي داخله في النتورك، ويقدر يراوت ما بينهم، ويقدر يعمل حاجات انهانسد كتير جدا. طبعا دي هتتخصص فيها بقى ايه، لو انت يعني هتتخصص في الكومبليكيشن دي كلها لو انت اتخصصت في تراك الكولابوريشن. الفويس اوفر اي بي تقنيه من التقنيات الكبيره جدا، احداث الضجه في عالم الاتصالات. زمان كان اما انت تيجي تتكلم في عده التليفون، مثلا ادي مثلا ايه شخص، اوكي، و يعني على سبيل المثال كده حاول ادجست البتاع دي شويه، ايوه، شخص كده رافع ايده وبيتكلم في تليفون، اوكي، فهو لما يجي يتكلم في تليفون الصوت بتاعه بيترجم، مثلا ده التليفون، ده السماعه، وادي التليفون موجود اهو، فالسماعه بتترجم الصوت لموجات كهربيه اي سي، الموجات الكهربائيه الاي سي، يعني بيبقى كده، يعني انا ممكن الصوت ده مثلا رسم، ده الفولت وده التايم، فالصوت بيترجم على شكل ايه، على شكل موجه، موجه متغيره، بتختلف البولاريتي بتاعتها من الموجب الى من الموجب في الفولت للسالب. طيب المشكله في تقنيه نقل الصوت بالطريقه دي الطريقه الانالوج، المشكله فيها ان الموجه دي لو مشيت على مسافات طويله ممكن يحصل تغير في شكلها، يحصل ديستورشن او جتر، يعني يحصل مثلا التشويش، ديلي، ان انت تسمع الصوت يوصل لك الصوت بعد فتره زمنيه، انا اقول لك ازيك عامل ايه يا احمد، فانت تسمع ازيك عامل ايه يا احمد بعد فتره كبيره،
من الوقت اللي انا بعت فيه ازيك عامل ايه يا احمد. طيب الجتر ان تلاقي الصوت ماشي بسرعات غير متساويه، يعني انا بقول لك ازيك عامل ايه يا احمد، كويس الحمد لله، كويس الحمد لله، فانت تلاقي الصوت يمشي بطيء وبعد كده سريع، بطيء وبعد كده سريع، ده الايه الجتر. فكل دي مشاكل بتحصل في الانالوج فويس، الفويس اللي بتنقل عن طريق الانالوج، لان الموجه دي ممكن يتغير شكلها على امتداد الايه المسافات الكبيره. فقالوا خلاص احنا هنحل المشكله دي ان احنا هنحط ريبيترز، الريبيترز دي تحل مشكلة من ضمن المشاكل اللي بتقابل الصوت اللي بتنقل عن طريق الانالوج، ان من ضمن المشاكل اللي بتحصل للصوت اللي بتنقل عن طريق الانالوج برضو الفانيشنج، ان انت الموجة مش بتفضل بنفس قوتها كده، يعني هتلاقي الموجة كده ايه بتفضل تقل، يعني تفضل ماشية 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 وتقل كده لحد ما تنعدم. يعني تعالوا ناخد مثال كده، تلاقي الموجه ماشيه كده كويس وبعد كده تفضل على طول المسافه تقعد تقل تقل تقل. فهم قالوا لك خلاص احنا هنحط ريبيتر، ريبيتر ده بيستقبل مثلا انا تليفون، انا بكلمك من عده التليفون بتاعتي اللي هي في القاهره وانت موجود في لندن في المسافه كبيره، فانا عندي مشكله ان انت الويف بتاعت الصوت عشان تتنقل من القاهره للندن فالمسافه كبيره جدا، في الويف يحصل لها فانيشنج، هتلاقي الصوت بقى واطي وهتلاقي فيه وش وكونفيوجن والكلام ده كله. لا قال لك لا انا هحط ريبيترز في النص ما بين البي سي، انا اسف، ما بين الاي بي فون الموجود في القاهرة والاي بي فون الموجود في لندن، هحط بقى ايه ريبيترز مقويات اشارة. الموجة الانالوج هتخش على الريبيتر، هتكون ايه الريبيتر هيقوم مكبرها يعمل لها امبليفيكيشن، فبالتالي الصوت هيوصل للي موجود في لندن، الموجة مش هتبقى فانيشت خلاص، لا الموجة هتفضل بنفس الايه الامبليتيود بتاعها، الامبليتيود اللي هي المسافة من هنا لهنا، هتلاقي الموجة ايه الامبليتيود بتاعها ما بيقلش زي كده كده الامبليتيود بيقل، لا هتلاقي الامبليتيود بتاع الويف قوي هيفضل يعني بنفس الوسع ده، فانت هتلاقي الموجة مش هتقل. ولكن الريبيتر طبعا دي مشاكل كتير، ان الريبيتر بيكبر الموجة بس ما بيكبرش الصوت، يعني انت بيوصل للريبيتر الاولاني مثلا ده ريبيتر 1 وانا عندي مثلا هنا برضو في ريبيتر 2، فالريبيتر الاولاني بيكبر الصوت شوية الوش اللي واصل مع الصوت اللي هي تمام كده. طيب الريبيتر 2 بيستقبل الموجة ويكبر الصوت والوش، بالتالي انت بتلاقي الوش بيزيد والصوت بيقل، فالراجل الموجود في لندن بيسمع الصوت يا دوب بالعافية لان بيلاحظ فيه وش كبير قوي، لان الريبيتر ما بيميزش في عملية الامبليفيكيشن عملية التكبير، ما بيميزش هل هو بيكبر صوت ولا كونفيوجن، او كل اللي بيهمه ان انا بايه بكبر موجة، ولكن الموجة دي بتحتوي على صوت وبتحتوي على وش. طيب الفويس اوفر ده كل ده تقنية الفويس بالانالوج دي اسمها البي بي اكس. الفويس اوفر اي بي قال لك لا ده انا هنقل الكلام او الصوت هنقله بالاكواد، انا اسف بالباينري كودز، يعني على سبيل المثال انا جيت قلت لك هاي في التليفون، فيقوم التليفون الفويس اوفر اي بي يقوم مترجم هاي دي مثلا لصفر واحد صفر واحد، ومهما اختلفت المسافة وكبرت او بعتت قصرت فصعب جدا تغير الصفر واحد صفر واحد ده انه يتغير من عدة للتانية، الموجة سهل شكلها يتغير ولو شكلها اتغير كواليتي الصوت هتتغير، ولكن صعب جدا يحصل تغير في الاكواد الباينر دي. طيب فبالتالي الفويس اوفر اي بي قدم لك الميزه في ان انت تقدر تنقل الصوت عن ثرو الهاي ديستنس او او لونج ديستنس بنفس الكواليتي بتاعته. لذلك طبعا من الصعب جدا ان انت لو بتكلم واحد على الفيسبوك ان انت تسمع صوت وش مهما كان مكانه فين، يعني مهما كان الديستنس ما بينك وما بينه، فانت لا انت بتلاقي الصوت الكواليتي بتاعته بتبقى كويسه، يعني ممكن تلاقي شويه ديلي لكن ما تلاقيش، لو انت بتكلم واحد على الفايبر او الفيسبوك لكن ما تلاقيش، استحاله تلاقي فيه كونفيوجن او وش بيحصل في الصوت. طيب دي الراكه، لو انت عندك في اي شركه فيها مثلا 5 سويتشات على راوترين على 3 4 سيرفرات، في اي شركه لازم يكون في المبنى بتاعها موجود الاي تي روم. ايه هي الاي تي روم؟ الاي تي روم بقى دي قصتها ان اي شركه
هنتكلم مثلا ان انت عندك شركة فيها 10 ادوار، بفرض ان انا في كل دور عندي سويتش وعندي لكل 5 ادوار راوتر، فبالتالي اذا انا عندي 10 سويتشات والراوترز عندي راوترين. طيب بفرض ان انا السيرفرز، انا عندي في الشركة دي مثلا فيها 4 سيرفرات. طب ده كلام جميل جدا. الحاجات دي اللي انا مش هحط في كل سويتش دو في كل دور سويتش، انا مش هروح لكل دور واعلق فيه سويتش، لا. الفكره بقى ان انا بجمع الاجهزه دي كلها اللي هي الكور او الاجهزه الانفراستراكشر في اوضه بمواصفات معينه في المبنى، دي بتسمى الاوضه دي الاي تي روم. الاي تي روم بقى انا برص فيها الراوترات، ودي مثلا سويتشات، انا برص هنا السويتشات الراوترات تحتها اهي، برص السويتشات والراوترات تحت بعضها. عامل كده الاي تي روم او الراكه دي، الراكه عامله بالظبط كده زي دولاب، دولاب انا بحط فيه الراوترات والسويتشات وكذلك السيرفرز الخاصه بالمؤسسه او الخاصه بالنتورك. عايز ارجع برضو لموضوع السيرفرز مره تانية، اخر حاجه كده نوع عنها السيرفرات يا شباب. في منها نوعين، في التاور سيرفر ده اللي عامل زي الكيسه، كيسه الكمبيوتر، وعندك الراك سيرفر. فانت هنا الراك سيرفر ده ميزته عن التاور ان هو بيخش في الراكه، يعني انت عندك التاور انت مثلا زي السيرفر ده، السيرفر ده يقدر يخش في الراكه هنا، لكن انت مش هتقدر تحط التاور، مش هتقدر تركب التاور في الراكه لان هو بيبقى طويل، فبالتالي احنا بنحط التاور ده في اخر حته في الراكه خالص. يعني انت عندك الراكه هنا اهي، رصيت السويتشات والراوترات بتوعي، بتبقى مثلا ببقي منطقة فاضية تحت بحط فيها ايه مثلا، ادي تاور وادي تاور، فانا حاطط مثلا ايه تو تاور سيرفرز جنب بعض. فده الايه قصة الراكة. الباتش بانلز وقصتها، الباتش بانلز بالاخر كده عامل زي كونكتور، يعني هو كل اللي بيحصل يعني ايه، انا عايز افهمكم بقى ايه القصه او السو سيكريت للفيزيكال ديزاين بيبقى ماشي ازاي. فاي نتورك عندي، انت راجل قاعد في المكتب بتاعك، قاعد بقى ايه بتشرب كوبايه الشاي، وعندك الجهاز الكمبيوتر بتاعك موجود اهو، جهاز الكمبيوتر بتاعك بيطلع منه كابل، الكابل ده بيخش في وول جاك او بيسموه فيس بليت، زي كده فيشة، زي كده فيشة بتتحط كده في الحيطة، بس الفيشة ليها ايه تو بورتس عشان يدوك ال 280 ال 220 فولت، لكن الكونكتور او الفيس بليت اللي احنا بنتكلم عليه البورت بتاعه شكله عامل زي الار جي 45. طيب ده كلام جميل جدا. الكابل ده بيوصله من البي سي للار جي 45 الموجود على الفيس بليت، البيس بليت من ورا في الحيطة بقى ماشي في الحيطة ماسورة كده فيها كابل نت، كابل نتورك، كابل النتورك ده بيوصل لحد بيخش بقى في الاي تي روم ده هنا، الاي تي روم بيخش بقى عندك هنا كابل النتورك ويخش في الراكه من ورا، من ورا بيخش في الباتش بانل، بيتركب فيه الباتش بانل من ورا، يعني ايه الوش اللي ورا مش الوش اللي ظاهر لك وانت بتتفرج على الفيديو. طيب من الوش اللي ظاهر لك وانت بتتفرج على الفيديو زي اللي انت شايفه هنا، اقوم منزل كابل تالت من الباتش بانل احطه في الايه ال، يقوم نازل منه كابل بالشكل ده لل السويتش. فبالتالي ده الفيزيكال كونكشن اللي بيحصل على مستوى المباني، ان انت دلوقتي عندك البي سي بيطلع منك، بيطلع منه الكابل بيروح له الوول جاك او الفيس بليت، الفيس بليت من الناحيه التانيه تكون متربطه بكابل ماشي في الحيطه، وبيوصل الكابل اللي ماشي في الحيطه ده لحد الاي تي روم، يوصل فيه يوصل لحد ظهر الباتش بانل، الباتش بانل بيطلع منه كابل ليه السويتش. فده زي ما انا قلنا كده ايه الفيزيكال كونكشن. طيب انا برضو يعني ايه احب اوريكو كده شكل الباتش بانل اللي هو عامل ازاي. نكتب هنا فيس بليت،
ده شكل الفيس بليت اللي بيكون واصل في الحيطة اهو. يعني ده مثلا زي ما انتوا شايفين كده، ده انت عندك فيس بليت هنا اهو، واصل في كابل نتورك. من الناحية التانية بقى بيكون واصل الفيس بليت ده، من الناحية التانية بيكون طالع منه ايه، طالع منه كابل رايح على الاي تي روم. نشوف بقى ال نكتب نحط بقى هنا ال نكتب باتش بانل 48 بورت مثلا اهو. ده شكل الباتش بانل، هو يعتبر كونكتور. بصوا من الناحية دي، يعني انا هحاول ايه ان اعمل كده حاجة مبسطة عشان نفهم بيها القصة دي ماشية ازاي. انا بس ايه هعمل سيف ايمج اها، وهفتح الايمج دي بالفوتوشوب اها. اوكي، هديها هنا مكانها او نسحبها، نسحبها على الصورة بتاعتنا هنا اها. نحاول بقى ايه نصغر الصورة دي. ده ظهر الباتش بانل، اما وشه عامل زي وش البورتس، البورتس الموجودة في السويتش هنا زي ما انتوا شايفين. ال ايه دي، ده انت لو عديت هنا، لو انت بقى ايه شفت الدنيا بتاعتك هنا، هنا اللي بتعشق فيها السلوك. يعني انا بجيب مثلا الكابل بتاعي طالع فيه، المفروض كابل النتورك بيكون فيه 8 بنات، فبيننا بوصلها هنا، بيننا بوصلها هنا، بيننا اوصلها هنا، بيننا اوصلها هنا. الصف ده فيه 8 بنات، وده برضو فيه 8 بنات. يعني انت عندك يعني مثلا تعالوا هنا، ادي صف فيه ده، دول 8 بنات ودول 8 بنات. انا مش بمسك الثمان بنات وايه واوصلها بالطول، لا انا بوصل اربعه هنا واربعه هنا، وكابل تاني اوصل اربعه هنا واربعه هنا. فبالتالي دول ده يعمل لي بورت، واللي فوق يعمل لي بورت. يعني اتمنى ان يكون الموضوع ده واضح. ده بالنسبه للباتش بانل. التشالنجينج تيست، تعالوا بقى ايه التشالنجينج تيست. اولا في التشالنجينج تيست انت هتحمل برنامج الفي سي اي، الفي سي اي اكزام سيميوليتر من على الاف تي بي سيرفر، هتلاقيه مرفوع بالكراك بتاعه. كل ما عليك ان انت هتسطب الفي سي اي تسطيب عادي جدا. يعني انا هخش مثلا هنا مثلا ال هنا راندوم فايلز اهو، ده الفي سي اي اللي انا رافعه لك. انت كل ما عليك ان انت هتفك ضغط، هتفك ضغط الفي سي اي، و هيفتح لك بقى ايه هي المفروض اما تفك الضغط بتاعه هتلاقي هو انا تمام. هتلاقي الملف بتاع تسطيب البرنامج هتسطبه عادي جدا. بعد ما تخلص تسطيب تقوم واخد الفايلات دي كوبي بيست في مكان الفي سي اي في البروجرام 86. يعني انت دوس في كده فيجوال سيرت اكزام، تكوبي بيست هنا وتفتح الفي سي اي ملفات الامتحان بالفي سي اي عادي جدا، مفيش ادنى مشكله. فاحنا بقى هنبدا نفتح ايه الملف الامتحان، وانا حقيقه انا كده محتاج اروح للفولدر ذات نفسه هنجيب هنا training videos. احنا دلوقتي في المحاضرة التانية challenging test. ال challenging test ده بقى ايه quiz احنا هنعمله بعد كل فيديو، بعد كل محاضرة. عليه اسئلة تشمل الحاجات اللي شرحت في المحاضرة. طيب نحاول ايه adjust البرنامج شوية، الويندو عشان يظهر في الاريا اللي انا بسجل فيها. ده كلام جميل جدا. طيب
هنا دي شوية نصايح بقى. انا مثلا هنا بقول لك الكويز مي كفر سم اوف سي سي ان اي 220 فيرجن 2 اكزام كويستشنز، ان فعلا الكويزات اللي هتلاقيها بعض المحاضرات انا رامي فيها اسئله الامتحان الدولي، فبالتالي انت بعد ما تخلص الفيديوهات مش هتكون محتاج ان انت تحفظ ضمبات، لان انا بالاسئله دي انا بلوك او بقفل، يعني بقفل على دماغك بالمعلومات اللي انا حاططها. يعني انا حطيت في دماغك شويه معلومات، فانا بتاكد بقى ايه المعلومات دي سبت في دماغك بانك انت تجاوب الكويز ده. انا انصح ان انت اما تجاوب الكويز ده جاوب الكويز ده من قبل ما تشوف الانسرز. انا اعمل لك الانسر لكل سؤال تقدر تشوفه. طيب احنا هنعمل بيجان، دي بقى ايه الاسئله. اول سؤال انت ممكن تعمل شو انسر تلاقي ايه الاجابه على طول. طيب انا اول سؤال بيقول لك some of services that a server handles are، السيرفر اللي بيهندل سيرفيس ايه. احنا قلنا عندنا ويب، عندنا ميل، ممكن نشتغل كدي اتش سي بي سيرفر. هنا بقى configuring IP addressing through DHCP service، ايوه اللي احنا قلنا الايه DHCP server ده بيوزع IP hat. routing between CANs، لا. setting security policies between shared files and network users، لا. routing mails between network users، ايوه. هو خلي بالك ما قالش انا المفروض اختار كم اختيار، فانا هشوف بقى scanning data traffic coming into a network from the internet، لا. لان بيقوم بالمهمه اللي هي في كوست في تشويس اي وتشويس سي ده الفاير وول، اما في تشويس بي ده الراوتر. طيب انت ممكن تعمل على فكره شو انسر ف ثواني، هو بيقول سيتنج سكيورتي بوليسز بتوين شيرد فايلز اند نتورك يوزرز. انا افتكرت البوليسي اللي بيعملها الفاير وول. لا دي الاجابه دي معانا برضو. هو المفروض انا كنت اوضح لك من فوق تشوز 3، يعني اختار ثلاث اختيارات. فانا لو جيت عملت شو انسر كده هيظهر لك الايه الاختيارات بتاعت السؤال، الاجابات بتاعت السؤال. يستحسن ان انت ما تعملش الشو دي بعد ما تخلص، يعني خلص الكويز وبعدين شوف هو هيصحح لك هيديك جريد كام، وهتبدا تشوف اخطائك هتلاقي المعلومه بتتثبت باسلوب احسن. بيقول لك which device has the ability to scan the data traffic inside a network without preventing network attacks، ايه الجهاز اللي بي اللي عنده قدره ان هو يسكان الداتا ترافيك انسايد جوه النتورك without preventing network attacks. احنا قلنا الاي بي اس اي دي اس، الاي بي اس ده بيسكان على الداتا ويقدر يمنع الاتاكس، الاي دي اس يسكان على الداتا ويعمل لك نوتيفيكيشن، يعمل للنتورك مانجر نوتيفيكيشن ان في اتاك بيحصل لكن مش يقدر يوقف الاتاك. فده طبعا هو بيقول لك without preventing network attacks، فده الانتروجن ديتكشن سيستم. طيب بيقول لك نقط is the network that's built inside a small office or a building، ايه الديزاين او network design اللي بعمله جوه small office او building او مبنى. قلنا لان، فانت هتكتب هنا لان. طيب drag the to appropriate device name to its figure، select and place. طبعا انا بأسف فعلا السؤال، يعني انا هنا جايب لك على اليمين اجهزة وعلى الشمال مودلز، وانت دورك ان انت توصل ما بين الايه المودلز دي والاجهزة بتاعتها. فانا عارف اللي هي مش هتظهر لك هنا بصورة واضحة، مش هقدر اظهر لك الايه المودلز والاجهزة في نفس الوقت، فهنحاول نأجست. يعني بيتهيألي كده ظاهرة، بيتهيألي كده عندكم ظاهرة. يعني بس ايه، هو منصص لك الاجهزة مبين لك النص بتاعها. ده ايه؟ ده سيرفر باور ايدج، ده باور ايدج 620. فانا هدراج هنا، ده هنا ده فاير وول اي اس اي فاير وول 5510. طبعا انا من السؤال ده انا عايزك تحفظ شكل الاجهزه بالمودلز بتاعتها. حاول بقى تدور على جوجل توصل لمودلز اجهزه وتحفظ اشكال اكتر، بحيث ان انت ما تيجي تنزل في اي تي روم او تيجي تنزل في سايت او تنزل في شغل او تريننج ما تتخضش من شكل الراكه، لانك انت عارف ان ده جهاز كذا وده جهاز كذا وده جهاز كذا. طيب اللي ده سويتش 3750. طبعا انت هتقول لي يا باشمهندس انت السويتش اللي انت كنت جايبه في السلايدز اكبر من ده، ده ما فيهوش مشكله. يعني انت عندك مثلا 3750 في منه 48 بورت، عندك تقدر تضيف عليه مديول 24 بورت، فما انت عندك 48 و24، في ممكن تضيف 48 و48 مع بعض. فانا ممكن ايه اسكيل البورتس عندي وازود عددها زي ما انا عايز. وده الراوتر اللي تحت ده السي 2801.
تمام. بعدين هتدوس كلوز، هو كده خلاص حفظ الإجابة يعني، انت هو هتدوس كلوز بس كده، انت كده جاوبت السؤال ده. drag the to appropriate device name to its figure. اوكي. هنا بيقول لك the three main default functions for the router are، ثلاث وظائف رئيسية للراوتر: connecting LANs together، ايوه، scanning the data transferred between PCs in the LAN، لا لان اللي بيقوم بمهمة الاسكان the data transferred between PCs in the LAN هو ال IPS IDS. طيب connecting the entire enterprise network to the internet، ايوه، working as a mail server for clients in an enterprise network، لا، routing on a stack between inside VLANs، ايوه هي دي. بصوا يا شباب، ايه هي يعني ايه routing on a stack between inside VLANs؟ بمنتهى البساطة انا جيت قلت لك ايه، السويتش يقدر يربط شوية اجهزة ببعض بحيث انه يقدر يكون لك ايه، انه يكون لك لان. طب انا ممكن اربط السويتش ده براوتر، صح كده، والراوتر ده اربطه بسويتش، والسويتش ده اربطه برضو ايه بشوية بشوية بي سيز، فانا كده عندي تو لانز مع بعض يعملوا لي وان. طيب الفي لانز معناها فيرتشوال لان، فيرتشوال لان يعني انا اقدر اعمل توبولوجي زي ده، يعني اقدر ادمج تو لانز في سويتش واحد، يعني انا كاني بجيب السويتش واقسمه حتتين، حته يعني ايه حتتين، بقسم ايه الحتتين، البورتس. انت مثلا عندك السويتش ده مثلا، مثلا في اربع بورتس، ممكن اخلي اربعه بورت رايحين لل مثلا في لان 1 اللي هي كانت لان 1، واخلي الاربعه البورتين التانيين اخليهم ل في لان 2، واضح كده. ومثلا في بورت خامس رايح على ايه، رايح على الراوتر. طيب انا دلوقتي لو الجهاز اللي في لان 1 عايز يروح للجهاز اللي في لان 2، مش هيقدر ان هو يخش كده ويطلع كده على طول، لا لا، ده هيطلع للراوتر الاول، والراوتر المفروض هيرجعه للجهاز اللي في لان 2. فده الراوتر هنا عمل حاجه اسمها راوتنج اون ستاك. ايا كان انت يعني لو انت مش فاهم القصه دي، فاحنا ان شاء الله هنشرح الفي لانز باستفاضه في الكورس ده كتمرينات نظريه وكتمرينات عمليه. طيب فهنا راوتنج اون ستاك بتوين انسايد في لانز، لان الراوتر هو اللي بيراوت ما بين الاجهزه اللي بتكون في في لانز مختلفه. السؤال السادس: your manager has asked for enhancing the network security for your internal LAN by setting URL filtering. قال لك من الاخر كده ان هو طلب منك ان انت تعلي السكيورتي في النتورك بتاعتك بان انت تعمل URL filtering او ويب فلتر، ان انت تمنع مثلا موظفين يطلعوا على الفيسبوك واليوتيوب والمواقع دي. which the appropriate device will you order. انت دلوقتي كمهندس شبكات، ايه الجهاز اللي انت هتعمل اوردر عليه، هتجيبه للشركه عشان تقدر تعمل يو ار ال فلترنج حسب ما طلب منك المانجر؟ السي 3750 اللي هو السويتش، لا، السي 2801 الراوتر، ولا الاي اس اي 5510، ولا الاي بي اس؟ هنا الناس ممكن تقول يا باشمهندس انت قلت ان الراوتر ممكن يقوم بمهام الفاير وول، لان انت دلوقتي انا هعمل يو ار ال فلترنج، لا، فانا كده هعمل هجيب فاير وول، بس انا ممكن اشغل السي 2801 فاير وول، ممكن. ولكن انا هنا دلوقتي جبت لك الفاير وول ذات نفسه اللي هو الاي اس اي 5510، فانت هتعمل اوردر على ده، دي مثلا اربع اجهزه معموله قدامك، فانت هتجيب انهي جهاز منهم؟ انت عندك الراوتر السي 2801 وده هيعمل لك راوتينج وكذلك يشتغل كفاير وول، ولكن برضو عندك الاي اس اي 5510 يشتغل لك فاير وول يعمل لك يو ار ال فلترنج، فانا هنا هختار الاي اس اي. لو في حاله ان انت ما لقيتش الاي اس اي في الاختيارات ولقيت سي 2801 او سي 7200، لا، اختار الراوتر السي 7200 او السي 2801، لان ده دول بيشتغلوا يقدروا يشتغلوا كفاير وولز. The communication established between two devices at least to allow data transferring between them defines what a NOAD does. ها بيقول لك the communication established between two devices at least ال communication الاتصال اللي بيتم بين جهازين عشان اسمح بتبادل البيانات منهم، ها defines what a network does، لان هو النتورك فعلا اتصال ما بين جهازين او اكتر عشان اقدر اسمح بتناقل البيانات ما بينهم. بعد ما تخلصي الامتحان تعمل انت اكزام، تمام كده، وهتظهر لك طبعا هنا ايه ال الجريد بتاعك.
انا هعمل لك الاكزام، المفروض كل اكزام مدته 10 دقائق، في حدود من 10 دقائق لربع ساعه. الباسنج سكور 900 من 1000، يعني انت عندك الجريد، انت عندك الفول مارك من 1000، ولكن انا عامل لك درجه السقوط من 900. فانا عشان اشد ايه، تحاول تجاوب الاسئله على قد ما تقدر وتركز فيها. فانت طبعا هنا بيجيب لك جريد باس. لو انت ما جبت حاجه اقل من 900، فانت طبعا هنا مش هيعديك ويقول لك فيل. برضو انا كده خلصت كده ايه اجابه التشالنجينج تيست. في الفيديو ده اتكلمنا النهارده عن معنى كلمة نتورك، اتكلمنا عن بعض الابليكيشنز او النتورك ابليكيشنز، اتكلمنا عن نتورك ديزاين كلاسيفيكيشن، اللان والكان والمان والوان، اتكلمنا عن نتورك كلاسيفيكيشن تكنيكس، اتكلمنا برضو عن النتورك ديفايسز والابليكيشن بتاعتها، اتكلمنا عن الفاير وولز، اتكلمنا عن السويتش والمهام الرئيسيه بتاعت السويتش، وكذلك الراوتر، الراوتر بيربط اللانز مع بعض عشان يعمل وان، وكذلك اتكلمنا عن فويس اوفر اي بي والفرق ما بينه وبين البي بي اكس، وحلينا التشالنجينج تيست مع بعض. انا خلصت، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات القادمه، وانا منتظر ان شاء الله ارائكم واستفساراتكم على جروب يور جايد تو نتورك. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.